مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم ومرحبا. اسعد الله مساءكم بكل الخير من مركز مصر للمعارض الدوليه. لكم كل تحيه، وعلى وشك ان يلتئم وان يبدا هذا الحدث الدولي المهم على ارض مصر. اهلا بك يا ريهام. اهلا بك يا محمد، واهلا بحضراتكم مشاهدينا. بنرحب بحضراتكم من هنا من مركز مصر للمعارض الدوليه، وذلك في انتظار اللحظات الاخيره قبل بدء الفعاليات الخاصه بافتتاح المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانيه عشره. هذا المنتدى الذي يعد هو الابرز في مجال التنميه الحضريه المستدامه الذي تنظمه الامم المتحده هنا في مصر، هو الثاني من حيث مدى الزخم الذي يحظى به، وذلك بعد قمة المناخ التي انعقدت هنا في مدينة شرم الشيخ، وذلك في دلالة واضحة على قدرة مصر ومكانتها في استضافة مثل هذه الفعاليات والمؤتمرات الدولية ذات الزخم العالمي الكبير للغاية. هذا المنتدى مشاهدينا الذي يعتبر هو الأهم في تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة، وربما الشعار الذي يحمله نعمل محليا وكل شيء يبدأ محليا، فلنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات حضرية مستدامة. ربما هذا الشعار وهذا العنوان ما يؤكد على مضمون هذا المنتدى ومدى أهمية هذا المنتدى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التنمية الحضرية المستدامة، مناقشة كل التحديات الحضرية العالمية، وأيضا طرح مختلف المبادرات التي تسهم في حل الكثير من الأزمات العالمية مثل أزمة الإسكان وكذلك أيضا تغير المناخ وغيرها من الأزمات التي سوف يتم التعرض إليها في جلسات مختلفة في هذا الحدث الأبرز الذي تشهده مصر وتحديدا القاهرة. نعم، هذان هما التحديان الرئيسان، مسألة أزمة تعداد السكان في المدن والمدن بمختلف أشكالها وأنواعها، إذا كانت مدن قديمة أو مدن مستحدثة، وكذلك تغيرات المناخ التي تؤثر على كل شيء، تؤثر على سكان المدن، جعل حياة الإنسان أفضل. هذا هو التحدي الأهم، الإنسان في كل المناطق. يمكن هذه هي المرة الثانية التي يقام فيها هذا المؤتمر في القارة الإفريقية، وذلك بعد غياب نحو 20 عاما عن القارة، يعود مرة أخرى هنا في مصر للحديث عن الأزمات المختلفة. هناك الحقيقة أجندتين للتنمية المستدامة تعمل الدول وتعمل المنظمة الأممية على تحقيق أهدافها، أجندة خاصة بعام 2030، وهكذا نحن نعمل على هذا الإطار القصير، لكن هناك أجندة أبعد، أجندة 2063. هذا هو منهاج وطريقة عمل تعمل بها الدول لتحقيق التنمية على المستويات الأكبر، لكن هي تواجه بتحديات على مستوى الإنسان الذي يعيش في المدن، سواء المدن الكبيرة كالتي نعيش فيها. القاهرة هي أحد الأمثلة للمدن الكبيرة التي استطاعت أن تحقق طفرة وأن تحقق تغيرا في نمط حياة الإنسان، كذلك ذلك النوع من المدن الأصغر. وهناك الحقيقة لم أكن أعلم، لكن حينما درست علمت أن المدن أنواع، كما أن المدن أجيال وصولا إلى الأجيال الذكية منها. عندما تتحدث عن القاهرة محمد، بنجد أنها بالفعل هي يعني مثلما ذكرت المديرة التنفيذية للبرنامج التنفيذي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات الذي يقوم بتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير بالتعاون مع الحكومة المصرية وبرعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتعاون بين كل مؤسسات الدولة، بنجد أن القاهرة التي تتمتع بالتاريخ العريق وكذلك أيضا التطور العصري هي بالفعل خير مثال على التحديات التي تواجهها من حيث النمو السكاني الكبير، وكذلك أيضا النجاحات التي تحققت في التنمية العمرانية والحضرية الشاملة والمستدامة. البحث عن الحلول هو العنوان، وتقديم أطروحات جديدة لتحسين حياة المواطن على المستوى العالمي وليس في المنطقة فقط. على وشك أن نبدأ هذا الحدث المهم هنا في أرض مصر تحديدا العاصمة القاهرة. كل التحية.
عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة السادة الرؤساء ضيوف مصر الكرام. His Excellency President عبد الفتاح السيسي, the President of Egypt, and their excellencies, the President's honorable guests of Egypt. السلام عليكم, اهلا وسهلا بكم, تفضلوا استريح, تفضلوا. كل شيء يبدا محليا. It all starts locally. كل شيء يبدا معا. It all starts together. كل شيء يبدأ الآن. It all starts now. This is the slogan of the 12th session of the World Urban Forum. هذا هو شعار المنتدى الحضري العالمي في دورته 12. لأن كل شيء يبدأ محليا من القاهرة عاصمة الحضارة. أهلا بحضراتكم ضيوف مصر الكرام. As it all starts locally from Cairo, the capital of civilization, we welcome you all, our very dear guests. أتشرف في البداية بالترحيب بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. مصر هي الدولة المضيفة لهذا المنتدى الأهم عالميا من أجل تنمية حضرية حقيقية تسعى لخدمة البشرية والإنسانية التي طالما عانت من مصاعب الحياة. فالمسكن هو أساس الحياة, أساس التحضر للأمم. كما أرحب بالسيدة أنا كلاوديا غوسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية ليو أن هابيتات. كما يتشرف المنتدى بحضور السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. والسيد الرئيس عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس القيادة الانتقالي بجمهورية السودان. والسيد الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن. كل الترحيب بالسادة والسيدات ممثلي الدول المشاركة والمنظمات الدولية, المجتمع المدني والأكاديمي والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع الدولي. نجتمع اليوم من كل أنحاء العالم بمشاركة من 185 دولة لنثبت أن الإنسان هو أساس التنمية الحضرية وأن المجتمع الدولي كاملة يسخر كافة إمكانياته من أفكار وخطط ومشروعات لتوفير حياة كريمة له. فالمسكن للجميع هو الأمان, هو الطمأنينة, هو الدفء والأمل, هو الأحلام, كما هو الثقافة والحضارة. لكن الواقع الذي يعيشه العالم خلاف ذلك. السيدات والسادة الحضور الكرام, اسمحوا لنا بدء فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 بهذا الفيلم القصير. Home for me is a place where I feel safe enough to be me, where I'm represented, accepted, and loved. Home for me is a place of safety and hope. Home is where my dreams have no limits. Home for me means my mom's cooking. To me, home means unconditional love, experiencing that for the first time. Tradition, culture, clean seawater, fresh food, and family.
Home is about the people and the places that have made me who I am today. Where I can be myself and just relax. To me, home means sanctuary. Where I feel safe and comfortable. Home to me is where all my childhood memories will form, where my family is, and where my next future memories are going to be. Everyone needs a home. But what does home mean for you? Each one of us has an idea of what home means. However, the reality is different. We are witnessing a global housing crisis. 1.1 billion people live in informal settlements and slums. 380 million are homeless. One in three people lack access to safe drinking water. Housing is a human right. Let's find solutions. The World Open Forum is a place to come together. To explore local actions. To build coalitions. And to create a better urban future for all. It all starts at home. It all starts together. It all starts now. Home is all what has been said, and we definitely hope that you feel at home in Egypt. البيت هو كل ما قيل ببيتنا في القاهرة. أن تكون إقامتكم في بيتكم الثاني مصر ممتعة. الآن السيدات والسادة مع كلمة مسجلة للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. A recorded message from Mr. Antonio Guterres, UN Director General. I'm pleased to take part in the World Urban Forum. It is fitting that you are gathering in Cairo, an enormously vibrant megacity and a magnet for innovation and creativity for over 1,000 years. I thank the government of Egypt for hosting the 12th forum. Dear friends, you represent urban areas which are home to more than half of humanity. You are on the front lines of shaping a more inclusive, connected and resilient world. And you are at the heart of where lasting change happens. As your team rightly puts it, it all starts at home. Real progress begins at the local level, on the ground, in communities and people's lives. World leaders have just adopted the Pact for the Future. It's an important new tool to advance our vital work, accelerate the SDGs, and address inequalities. It calls for ensuring adequate, safe, and affordable housing for all, and supporting developing countries to plan and implement just, safe, healthy, accessible, resilient, and sustainable cities. We need this more than ever. Cities generate 70% of greenhouse gas emissions, and municipal waste is set to rise by 2/3 within a generation. Not only are cities powerful engines of social and economic development, they are also catalysts of sustainable solutions. I see local and regional authorities as a crucial part of the answer on so many issues and at every level, including at the United Nations. We can all benefit from your insights and ideas. That is why I created the UN Advisory Group on Local and Regional Governments. I know over the next 5 days, this forum will have the chance to delve into the complexities and opportunities of sustainable urban development. I invite you to seek innovations and inspiration and take them back to your communities, and to help develop infrastructure and public services for all, including women and girls. Local actions are the building blocks for future green, just, and resilient cities. Together, let's make sustainable urbanization a reality, and let's ensure that no one and nowhere is left behind. Thank you. شكرا للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على هذه الكلمة. الآن فلنرحب معا بالسيد يان فان زانن رئيس الجمعية العالمية للحكومات المحلية والإقليمية وعمدة مدينة لاهاي. Please welcome Mr. Jan van Zanen, the President of the World Assembly of the Local and Regional Governments and the Mayor of The Hague. يا
Your Excellency, Mr. President. سمتي الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا ممثلي الحكومات المحلية والإقليمية وأيضا الحكومة المصرية الجمع الموقر السادات والسادة. فخامة الرئيس دعني أبدأ وأقول أنني أشعر بشرف عظيم أنني أشعر بأنني في بلدي وفي موطني خاصة مع هطول هذه الأمطار. أننا يشرفني أن أحضر الجلسة الافتتاحية للنسخة 12 للمنتخب المنتدى الحضري والعالمي، وأنا أشعر بفخر شديد وسعادة بالغة لهذه الهيئات المجتمعة من الحكومات المحلية والإقليمية والتي تجتمع هنا في جمهورية مصر العربية وممثلي الهيئات والحكومات، أن دور المدن المستدامة والمناطق المستدامة ألا وهي أننا نحن نسير جنبا إلى جنب إلى جانب برنامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية، والنيابة عنا جميعا ومن خلال تفويضنا الناجح. وأيضا نتوجه بالشكر إلى المدير التنفيذي للأمم المتحدة. نحن نتطلع أن نعمل عن كثب معكم، واسمحوا لي أن أقر أيضا السيدة محمود الشريف والمحافظ السابق لمدينة برشلونة وقادة المجتمع من أجل دعم تنظيم هذه الدوائر المحلية والإقليمية. شكرا جزيلا لكالارومبو برشلونة. أننا منذ عامين كان هنا ونحن في الواقع نحن نعيش في منذ عامين أزمات كثيرة تشعر القلب بالقلق خاصة بعد جائحة كورونا، والآن نحن نواجه عالم قاسي وعالم متحول، الصراعات والنزاعات التي ما زالت باقية حتى الآن، ومن ثم يتعين أن نستجيب لتلك الأزمات المتداخلة، وأن المنتدى الحضري العالمي والذي يبدأ من محليا والذي به الكثير من الصدى الذي يتناوله في جميع أنحاء العالم. نحن كل الأمور تبدأ بنا في الواقع، أن الحكومات والتي قادت الفكرة من أجل حماية حيوات الشعوب، وأن يكون لدينا مسكن آمن ويتمتع بالطمأنينة وتحقيق الأمل والأحلام. وأيضا نحن أن في كينيا وأوغندا وتنزانيا المجتمعات المحلية ومن كوبوكو ومن إيفانكو هيروشا خاصة فيما يتعلق بالشبكة المدن القوية، وكيف هؤلاء القادة محليا يقومون بمواجهة الراديكالية، وأن المحلات أن الحكومات المحلية والإقليمية تسعى إلى تحقيق جدول أعمال 2030، وأيضا في مدينة لاهي نظر لقربها من البحار ومحاطة بمدن، فأن هناك مساحات قليلة من أجل مساكن جديدة، ومن ثم نحن نعمل على بناء مساكن مرتفعة في القاهرة وهونغ كونغ، ومن ثم من المهم مراقبة مستوى الخدمات حين نعمل على استيعاب المزيد من المساكن، ونحن سنستمر في تحقيق التوازن والعمل على ضمان المساحات الخضراء وأن تحتل أولوية قصوى في المدن، وتيسير الحوار بين أصحاب المصلحة والمقيمين من أجل السماح بمزيد من المشاركة. هذه الأمثلة توضح أهمية الحكومات المحلية لتحقيق مجتمعات خضراء تتمتع بالرفاهية وبيئة آمنة للجميع. وأيضا من المهم أيضا أن يكون هناك عناية مولاة من قبل الحكومات المحلية على مدار سنوات عدة، ولهذا نحن ندعو النظام العالمي لتعزيز الالتزامات المستقبلية، وأيضا انضمام الحكومات المحلية والإقليمية في حوار يتعلق بالحوكمة والتمويل. يتعين علينا أن نؤكد الدور الخاص بالأجندة الحضرية الجديدة من أجل تحقيق التحول من القاعدة إلى القمة. كل هذا من خلال التوطين. سيكون هناك فرصة للوصول إلى المساكن، مواجهة التوارؤ المناخية
وأن يكون لدينا نظام إيكولوجي متوازن ووضع المجتمعات في قلب بيئة آمنة ومستدامة ومستقبل آمن ومستدام يحقق الأحلام والأمال. أن توطين أجندة التنمية الحضرية هي مهمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول الأعمال، وأيضا من خلال وأيضا التحقيق التنمية الشاملة وجدول الأعمال الخاص بها. بعودة من قمة المستقبل، أن يكون لدينا طريقة للتنفيذ وتطبيق جدول أعمال المستقبل أجندة 2030، وأيضا خطة إنقاذ أهداف التنمية المستدامة. من خلال هذا السياق نود أن نأخذ أن ننتهز فرصة للاحتفال بالجهود المبذولة ونجاح الفريق الاستشاري للأمم المتحدة والذي كان جوهريا من أجل تعزيز الحوار بين النظام العالمي وبين الدوائر المحلية والحكومات. السيدات والسادة أصحاب الفخامة، أن كل دوائرنا الممثلة هنا من خلال الأطراف المتعددة، ومن ثم نود وأيضا أود أن أدعوكم للاجتماع الذي كان في لاهاي في أكتوبر الحالي، وأيضا نود أن نجدد التزامنا باعتبارنا لاعبين أساسيين، والحكومات المحلية لديها آمال واسعة من أجل تحقيق التنمية والحد من الفقر والجوع والعمل من أجل حماية كوكبنا وبناء السلام والحوكمة الرشيدة. نحن لدينا آمال واسعة والتي تسعى لتحقيق الأمل والأمال أجيال المستقبل من خلال شراكات وبناء السلام وتحقيق الإنصاف والعدالة. ونحن مقتنعون تماما بأن جدول أعمال برنامج الأمم المتحدة البشرية أن مزيدا من المشاركة مطلوبة، وهذا ما نفكر بشأن حين نسمع جملة أن كل الأمور تبدأ محليا وأنها تبدأ بنا جميعا وتبدأ الآن. شكرا سيداتي والسادة على حسن الاستماع. شكرا للسيد يان فان زانن على هذه الكلمة. Ladies and gentlemen, please welcome Mrs. Anna Claudia Rosbach, UN Under Secretary General and Executive Director of UN Habitat. فنرحب معا بالسيدة أنا كلاوديا غوثباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لـ UN Habitat. Your Excellency. صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، السادة محمود عباس، السيد محمود فخامة رئيس دولة فلسطين، محمود عباس فخامة الرئيس، عبد الفتاح البرهام رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، السيد الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، السادة السيد فخامة رئيس الوزراء السيد مصطفى مدبولي، السادة الوزراء والسادة العمداء والسادة الأجلاء الحضور، السادة الزملاء، السيدات والسادة الأصدقاء، مساء الخير لكم جميعا. مساء الخير. أولا أود أن أشير إلى أهمية الشراكة العظيمة مع حكومة مصر العربية، وهذا في المنتدى الحضري العالمي والتي استضافت في هذا المنتدى، والذين لم يزدخروا جهدا في أن يخرجوه بهذا الشكل، فشكرا جزيلا لكل الذين نظموا هذا المنتدى لنأتي إلى هنا اليوم. ولا بد أن أقول أن فخامة الرئيس إنني أشعر أنني في بلدي هنا. ثانيا أود أن أذكرنا جميعا بأهمية
أهمية المنتدى الحضري العالمي، فأنه قد ثبت من الأمم المتحدة والجمعية العامة منذ 23 عاما في عام 2001، وفقط على هذا المنتدى أن يكون المؤتمرا الدوليا لكل أصحاب المصلحة أن يأتوا وأن يشاركون الأفكار. وبعد ذلك قد أيضا عرف عن هذا المنتدى أنه أحد أنه أهم المنتديات التي تهتم بأجندة المدن الحضرية، وأيضا لالتزامنا بالحضر بالتنمية الحضرية. ولابد أن أشير أيضا إلى أنه هناك اهتمام عالمي حضري في المجتمعات الحضرية بهذا الموضوع منذ نشأة هذا المؤتمر ومنذ أوله. ولابد أن أشكر أنا بجوكا من سبقتني، وهي لقد أنشأت هذا المنتدى، فلابد أن نصفق ونحييها. ومستر جوان كلو ومونا شري لأنهم حافظوا على هذا المنتدى العظيم للمجتمعات الحضرية العالمية، فإن منذ أعوام لقد جذب هذا المنتدى كثير من أصحاب المصلحة ومن قطاعات مختلفة الناس والمؤسسات الذين يهتمون بمستقبل هذا الكون، قد وفهموا كثيرا الدور المهم الذي تلعبه المدن في تعريف الدور الذي نقوم به تجاه هذا الكون. شكرا لكل المشاركين هنا سواء بالحضور أو أونلاين، لأنهم انضموا إلى هذا المنتدى من جميع أنحاء العالم. لقد اشترك معنا أكثر من 182 دولة، والتي تمثل 5 رؤساء و72 وزير و51 نائب للوزير، وأيضا 96 ممثل المجتمعات المحلية. فأنتم تجعلون من هذا المنتدى ما هو الآن أن يكون منتديا عظيما وقويا، وأن يحقق الاتصال والتواصل، وأن يحقق التغيير والتحويل في مجتمعاتنا الحضرية. السيدات والسادة الأصدقاء، نحن قد وصلنا بالفعل إلى خطوة مهمة جدا في رحلة هذا المنتدى، فإنه أكبر منتدى في تاريخه. لقد شهدنا تطورا عظيما وأصبح مرئيا للجميع، وأنا أيضا أعتقد أن هذه الضخامة لهذه المنتدى في هذه المرة أنه يحدث في القاهرة، هذا المكان المملوء بالحضارات وبالتاريخ، وأنه أيضا لديه قيم اجتماعية واقتصادية كبيرة. وأيضا إن مدننا تنظر إلى المستقبل وإلى التكنولوجيا وتفهم أهمية الأرض والمدن. حقا إن المنتدى الحضري العالمي هو من أهم أصولنا في مأول الأمم المتحدة، وأيضا نحن نجتمع جميعا على هذا، وأننا نلتزم تماما أن نحافظ على هذا المنتدى ونجعله أيضا أكثر قوة، وأن يكون عمودا أساسيا للتنمية الحضرية حتى عام 2029، وهو أيضا يحقق ويواجه التحديات مثل الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وأيضا وأن يكون هناك تنوعا في كثير من القطاعات وللأزمات الإنسانية ولهؤلاء الذين لا يجدون منزلا، وأن نوفر لهم المسكن. وأيضا نحن نضع ميثاقا للمستقبل وأننا منذ شهرين في نيويورك وفي جمعية الأمم المتحدة، فإن ميثاق المستقبل اهتم بأجندة المدن الحضارية وأهمية ذلك وأهمية تدخل الحكومات المحلية، وأيضا نناقش التحديات الخاصة بالتكنولوجيا وبالرقمنة والتي تتصل بجهودنا، وأيضا في أنها تتيح التواصل بين شعوب هذه المجتمعات، وأن هذه المجتمعات الحضارية وأيضا
يمكن أن نكون لها موضوعا مركزيا بالنسبة للتمويل، وأن لابد أن يتم نقل ذلك إلى الأجيال القادمة، وأنه من المهم جدا أن نشكل المستقبل، فإن هذا المنتدى الحضري العالمي هو أكبر المؤتمرات في الأمم المتحدة الذي يحقق هذه ميثاق المستقبل، ونحن هنا يمكن أن نحدث تغييرا كبيرا وأن ندعم تطبيق هذا الميثاق، فإن نتائج الجلسات في هذا المنتدى والتي بها إعلان القاهرة، وأن يكون هناك لقاءات وأن نصل إلى رسالة إلى الإجراءات، إلى كل المسؤولين للإجراءات المحلية، فهذا تحالف الآن فقط ليس فقط لمواجهة التحديات ولكن لأن نسطع كمجتمعات مدنية. شكرا لكم. شكرا للسيدة أنا كلاوديا غوسباخ. والآن السيدات والسادة، مع كلمة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن. His Excellency President رشاد محمد العليمي، President of the Presidential Leadership Council of Yemen. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، الحضور جميعا، أود في البداية أن نعرب عن خالص التقدير وأصدق التهاني لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على حسن التنظيم والاستضافة لهذا المنتدى الدولي الرفيع، والشكر موصول أيضا للأمم المتحدة على جهودها المقدرة من أجل تحفيز بلداننا على اللحاق بركب التنمية المستدامة في مختلف المجالات. وقد كان اختيار القاهرة لاستضافة هذا الحدث الأممي الهام أفضل تجسيد لفلسفة وأهداف المنتدى الحضري العالمي، حيث مثلت هذه المدينة العريقة رمزاً للثراء العمراني على مر التاريخ، والذي زاد تنوعاً وتوظيفاً لخدمة الإنسان واقتصاده الوطني خلال السنوات الماضية من عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقود نهضة عمرانية وحضرية فريدة في تاريخ المنطقة. لذلك سيكون من الأمثل استفادة بلداننا من هذه التجربة الرائدة في مقاربة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالتنمية الحضرية. واستعانة وإعادة إعمار مدننا استعانة بتجارب الشركات والخبرات والعقول المصرية التي أسهمت في صناعة هذا التحول الحضري والإنمائي العظيم. السيدات والسادة، صمم المنتدى الحضري العالمي منذ تأسيسه لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات الوطنية، لكنه أيضاً مثل منصة فريدة بالنسبة لبلدان النزاعات المسلحة لعرض آثار الحروب والكوارث على واقع مدنها ومستقبل أجيالها المتعاقبة. ولعله من حسن الحظ أن أكون هنا مع إخواني فخامة الرئيسين محمود عباس وعبد الفتاح البرهان لنحكي قصصاً أخرى من تاريخ مدننا ومعاناة شعوبها. ففي اليمن أدت الحرب التي تسببت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء والطرق وخطوط النقل والمواني والمطارات والجسور والمصانع والمنشآت التجارية. وبلغة الأرقام تشير التقديرات إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49%، خصوصاً في أصولها من قطاعات الطاقة و38% من قطاع المياه والصرف الصحي.
فضلاً عن أضرار بالغة الكلفة في شبكة الطرق الداخلية والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة ووعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء. وحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للإنمائي الصادر نهاية 2019، فإن إجمالي الخسائر الاقتصادية اليمنية قد ترتفع بحلول 2030 إلى 657 مليار دولار في حال استمرت الحرب ولم تستجب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لنداء السلام ومتطلبات استعادة مسار التنمية. وإنها لمناسبة جيدة في هذا السياق أن نثمن عالياً للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وباقي دول تحالف دعم الشرعية جهودهم المقدرة في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن الحكومة اليمنية تواجه تحديات بنيوية وتمويلية معقدة في مواجهة المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات. وخلال العشر السنوات الماضية تسببت الأعاصير بدمار واسع النطاق بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين. وبين إبريل وأغسطس هذا العام على سبيل المثال خلفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا وأكثر من 100,000 نازح وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قدرت بنحو 350 مليون دولار. ورغم ذلك تواصل الحكومة اليمنية بدعم من أشقائنا والمجتمع الدولي الوفاء بالاحتياجات الحتمية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية بما في ذلك الاستثمار في البنية الأساسية والاستجابة للطوارئ والمساعدات الإنسانية وبناء القدرات المؤسسية والقطاعات المختلفة لتطوير خطط التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وإننا على ثقة من أن هذا المنتدى كما هي الفعاليات التي تستضيفها مصر الحبيبة دائماً سيمثل إضافة مهمة كأهم حدث حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة في العالم. شكراً مجدداً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الاستقبال والوفادة، وشكراً لكل العاملين على تنظيم وإنجاح هذا المنتدى العالمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن. السيدات والسادة، الآن مع كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان. His Excellency President عبد الفتاح البرهان President of the Transitional Sovereign Council of the Republic of Sudan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السادة الرؤساء، السيدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، السادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سرورنا مشاركتنا لكم اليوم في أرض الكنانة جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية الشقيقة، في أعمال المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 والذي يعقد تحت شعار كل شيء يبدأ محلياً، لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. أسمحوا لي في مستهل حديثي أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان
لفخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وهو أمر ليس بمستغرب على الشقيقة مصر، وبأحر التهاني لفخامته على استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام. التهنئة أيضاً تمتد للقيادة المصرية على جهودها لتوليها ريادة الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، واحتضانها لتلك الفعالية في الغارة الأفريقية لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً. الأخ الرئيس، الحضور الكرام، لقد تابعنا ببالغ السعادة الإنجازات المتتالية التي حققتها مصر في مجال النهضة الحضارية، وحققت نهضة حضارية وتنموية شاملة في فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات على المستويين الإقليمي والدولي، وأثبتت قدرتها على التحول وتحويل التحديات إلى فرص وممكنات، وتحقق ذلك في ظل وجود الإرادة ووجود القيادة الواعية والمدركة لمطلوبات المرحلة. الأخ الرئيس، الحضور الكرام، السيد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة، أنتهز هذه السانحة ليعبر عن تقديرنا لجهود ومبادرات الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تعزيز جهودنا الوطنية، سيما المتعلقة بمتابعة استراتيجيات التحضر المستدام ودعمها إنشاء برامج متسقة لمعالجات توجهات التحضر من خلال تعزيز وتقوية استراتيجيات التخطيط الإقليمي الحضري لإنفاذ أهداف التنمية المستدامة. والشكر أيضاً على جهودها المستمرة في دعم شعب السودان من خلال جائحة كورونا والكوارث التي حدثت مؤخراً من السيول والفيضانات هذا العام، وكلنا ثقة في مواصلتها لذات المبادرات والمشاريع في وقت قريب. سيدات والسادة، تعلمون جميعاً أن الشعب السوداني يواجه حرباً استهدفت وجوده ومكونات دولته وحضارته وبنيته الأساسية ومكتسباتها التي ظلت دوماً في خدمة أشقاء السودان وجسراً للتعاون والتواصل والبناء ونقل وتبادل المنافع. هذه الاعتداءات تمت من قبل ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، تلك الميليشيا التي استعانت بمرتزقة أجانب بغرض الاستيلاء على السلطة وتقويض الفترة الانتقالية، حيث دمرت الممتلكات العامة والخاصة وأقدمت على ممارسات قتل واغتصاب وسرقة ونهب، تلك الممارسات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم للتطهير العرقي والإبادة الجماعية. إلا أن الشعب السوداني وقواته المسلحة عازمون على الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها، وهزيمة هذا المخطط، متطلعين لدور فاعل من مختلف الدول الشقيقة والصديقة وأصحاب المصلحة والمختصين في عملية إعادة تهيئة القطاع الحضري الذي تأثر جراء الاستهداف الممنهج من قبل هذه الميليشيا لمختلف قطاعات الدولة، ونتمنى أن يكون ذلك قريباً في مرحلة ما بعد الحرب، والتي ستكون كما ذكرت قريباً بمشيئة الله. سيدات والسادة، نثق بأن هذا المنتدى سيخرج بتوصيات واضحة حول قضايا الإسكان والتنمية المستدامة، وتوصيات أيضاً تسهم في مخاطبة الاختلالات التي يعاني منها النظام الدولي والتي أخرت كثيراً عملية التقدم الجماعي في ملف التنمية المستدامة.
ولعلنا نعتبرها فرصة وسانحة لتعزيز التعاون العالمي والتوصل لميثاق حول المستقبل عبر بناء تحالفات قوية للأجندة الحضرية الجديدة ومعالجة التحديات العالمية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغيرات المناخ والتصحر. ختاماً، أثق في أن توصيات هذا المنتدى ستكون مساندة وداعمة للشعب السوداني في تطلعه لإعمار بلده وإحداث تنمية حقيقية تكون رافعة للإقليم وجاذبة للأصدقاء والشركاء، متمنياً لكم التوفيق في مداولاتكم. شكراً أشقاء السودان، شكراً أصدقاء السودان، شكراً وصبراً شعب السودان، صبراً شعب فلسطين، وصبراً شعب السودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية بجمهورية السودان. والآن السيدات والسادة الحضور الكرام، مع كلمة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. His Excellency President Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشارك دولة فلسطين هذا العام في المنتدى الحضري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. إن هذا يفرض علينا تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60% من أرض الضفة الغربية وكامل مدينة القدس الشرقية، عدا عن تدمير أكثر من 80% من مساكن ومرافق ومستشفيات ومدارس قطاع غزة، علاوة على استشهاد وجرح أكثر من 150,000 فلسطيني. إن المجتمع الدولي مطالب بوقف دولة الاحتلال عند حدها ومحاسبتها ومعاقبتها على جرائمها، وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي. ونجدد هنا التأكيد على وجوب محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه قبول عضويتها في الأمم المتحدة
في العام 49. في عام 49 لم تقبل إسرائيل في الأمم المتحدة إلا بشرطين: قبول القرار 181 و194، ووقعت على الالتزام، وهذاك يوم وهذا يوم. وعند تنفيذها لقراري الجمعية العامة رقم 181 و194، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها في حال عدم وفائها بالتزاماتها، نكتفي بالشجب والمسبات وغيرها، نريد قرارات، نريد مواقف حاسمة من العالم ومن عندنا بالذات ومن الأمم المتحدة. إن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بما يؤدي إلى نهاية الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 67، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، هو حق أساس لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة. نحن الوحيدون في العالم الأعضاء المراقبون في الأمم المتحدة، نريد أن نكون أعضاء كاملين زي باقي العالم. لقد حان الوقت، وبعد مرور أكثر من عام على الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة، أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار، بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري. أمريكا استعملت الفيتو 3 مرات لمنع وقف إطلاق النار، هذه الدولة العظمى، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وإغاثة وإيواء النازحين تمهيداً لإعادة الإعمار. البلد دمر، غزة مدمر بالكامل، وتولي دولة فلسطين مهامها كاملة فيها، مجددين التأكيد أيضاً على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334. إن إرساء قواعد الأمن والسلام سيفتح المجال واسعاً أمام تنفيذ برامج التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة وبما يحقق الصمود والاستدامة وخلق فرص العمل في إطار اقتصاد أخضر وتحول رقمي يواكب معايير التنمية، الأمر الذي يتطلب بناء الشراكات الوطنية والدولية من أجل النهوض بالاقتصاد وتأمين مستقبل للأجيال القادمة. نتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته واستضافته الكريمة ورعايته لهذا المؤتمر، ونجدد الإشادة بالإنجازات الكبيرة التي قامت بها مصر الشقيقة في مجال التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة. والشكر موصول للأمم المتحدة وجميع المنظمين لهذا المنتدى الهام الذي نتمنى له النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. السيدات والسادة الحضور ضيوف مصر الكرام، أنظار العالم الآن تتوجه إلينا، تنتظر منا الكثير من مخرجات ونتائج هامة ستشكل فارقاً كبيراً في جودة حياتهم ومستقبل أبنائهم وحق كل إنسان في حياة كريمة تليق بإنسانية. أدعو حضراتكم الآن لمشاهدة هذا الفيلم الذي يحكي قصة نجاح تلاقي الإرادة السياسية والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بسواعد أبنائها. مستقبله هو ابن الحاضر، وما يعيشه عالمنا من متغيرات واسعة النطاق عميقة الأثر وتحديات عابرة الحدود يمثل تهديداً جوهرياً لجودة الحياة على الأرض. ولأن كل شيء يبدأ محلياً، قامت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة بالإسراع من وتيرة التدابير والإجراءات لتوطين مستهدفات التنمية المستدامة ووضعها على قمة أجندات العمل الوطني للتعامل مع تلك التحديات والمخاطر. ولأن كل شيء يبدأ الآن، وجهت القيادة السياسية بسرعة العمل على جميع المحاور التنموية بشكل متوازي وتكثيف الجهود للتغلب على المشكلات القائمة والتعامل بمنهج استباقي مع الأزمات المحتملة. ونفذت الدولة المصرية حلولاً مبتكرة لإحداث نهضة حضرية تضمنت إطلاق أكبر مشروع لإنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية ساعدت في تحسين جودة الحياة وحققت خمسة مستهدفات رئيسية: الوفرة، الجودة، التنوع، المساواة والاستدامة. كما عملت الدولة بالتوازي على تطوير العمران القائم والمدن الرئيسية، خاصة مدينتي القاهرة والأسكندرية اللتين تمثلان أكبر التجمعات الحضرية في مصر. وقد ضم العمران المصري في عقود سابقة العديد من المناطق المتدهورة حضرياً والتي شكلت عبئاً كبيراً لخطورة العيش بها، فتم وضع مخططات استهدفت تطويرها، ونجحت الدولة في تحويل العشوائيات إلى مدن حضارية متكاملة المرافق والخدمات، وفرت من خلالها حياة كريمة للجميع، منها مشروع حي الأسمرات ومشروع مثلث ماسبيرو ومساكن عين الصيرة ومنطقة سور مجرى العيون بالقاهرة ومشروع بشاير الخير بمراحله المختلفة بمدينة الأسكندرية. واحتلت مشروعات رفع كفاءة المدن الرئيسية وإعادة تأهيلها أولوية قصوى إذا تم تنفيذ مشروعات استهدفت القضاء على التكدس المروري وتوزيع كثافة السكان، وتم التخطيط لإنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة وتطوير ورفع كفاءة 10000 كيلومتر من شبكة الطرق القائمة، ما سهل من عملية الانتقال داخل المدن أو بين الأقاليم وبعضها البعض. كما قامت الدولة بإحياء وتطوير المعالم الحضارية مرتكزة في ذلك على ثلاثة عناصر رئيسية: التأهيل العمراني للمناطق التراثية، والتأهيل المجتمعي للتجمعات السكنية المجاورة، والتأهيل السياحي لتلك المناطق. وأطلقت مصر المبادرة الرئاسية مشروع حياة كريمة، درة التاج لمشروعات الجمهورية الجديدة، الذي استهدف تطوير أكثر من 4600 قرية وتطوير جميع الخدمات الأساسية بها، بما ساهم في تحسين جودة الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن. ورغم الظروف الدولية المعاكسة، قامت مصر بإطلاق مشروعات عملاقة
الطاقة للتنمية العمرانية المستدامة ضمت إنشاء 24 مدينة جديدة، منها مدينة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومدينة الجلالة وغيرها من المدن، والتي مثلت طفرة تنموية كونها مدناً مرنة تعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي وتوزيع الكثافة السكانية وتوسيع الرقعة الحضرية المخططة، فضلاً عن الاستدامة البيئية. ولم تغفل الدولة المصرية في إطار تنفيذ مخططها التنموي الشامل إدراج البعد البيئي كعنصر رئيسي في المشروعات كافة، وتوسعت في المشروعات الذكية الخضراء ومشروعات الطاقة النظيفة، كما كان لها السبق في إطلاق أول سوق لتداول شهادات الكربون الطوعي في إفريقيا. ولأن كل شيء يبدأ معاً، علينا أن ندرك أن انعدام القدرة على توفير السكن اللائق وإتاحة الخدمات الرئيسية بشكل متساوي يؤدي لخلل بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وكل زيادة في معدل الاحترار تؤدي إلى تفاقم الخطر البيئي، ومرور الوقت يؤدي لتضاعف تكلفة تلك التحديات. وتمثل التهديدات الراهنة بطبيعتها العالمية وتداعياتها التي لا تستثني أحداً تحدياً وجودياً يقوض من قدرتنا على توفير مستقبل مستدام، وينذر بخسارة المكاسب الإنمائية، ويلقي المزيد من الأعباء على الفئات المهمشة. ولا يمكننا تجاوز تلك التحديات إلا بإجراءات جماعية عاجلة وتنسيق شامل للجهود ومصداقية دولية متعددة الأطراف تحقق انتقالاً فاعلاً من استجابتنا للتهديدات إلى الصمود والمواجهة، ما يدعونا لأن نعمل محلياً حيث تكمن الإرادة. الآن يجب أن تبدأ الجهود. معاً يمكننا تحسين جودة الحياة. والآن السيدات والسادة الحضور الكرام، مع كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. His Excellency President عبد الفتاح السيسي the President of Egypt. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة والمعالي، رؤساء الدول والحكومات، السيدة أنا كلوديا روزباخ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، السيدات والسادة، أرحب بكم جميعا على أرض مصر وفي عاصمتها القاهرة التي تم تأسيسها منذ أكثر من 1000 عام لتكون واحدة من أهم الحواضر وأعرق عواصم العالم، مما كان دافعاً لاختيارها لاحتضان النسخة 12 من المنتدى الحضري العالمي، بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير أساليب بناء مدن أفضل لتحسين حياة ملايين من البشر، لا سيما في ضوء ما تشهده المدن والتجمعات السكنية من تحديات غير مسبوقة تتعلق بالنمو السكاني السريع وتغير المناخ وندرة المياه والتنمية المستدامة وفقدان المسكن وتوفير التمويل اللازم، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لمواجهتها. الحضور الكريم، تأتي هذه النسخة من المنتدى في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروباً لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكانية وعلى كل مناحي الحياة فيها، وهو ما يستدعي حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء، إذ يستحيل البدء في أي خطوات جادة لمواجهة التحديات الحضرية
في مجتمعات تعاني من الحروب والاقتتال والنزوح والمجاعة والمرض، ولعل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من حروب وصراعات، خاصة الحرب الدائرة في قطاع غزة ولبنان، خير مثال على الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدول جراء إعلاء صوت الحرب والصراع على حساب السلام والاستقرار. إن المعاناة اليومية التي تعيشها شعوب تلك الدول تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء والدمار والشروع في البناء والتنمية، وتحرص مصر دائماً على تقديم كل سبل الدعم لأشقائها لوقف العنف وتخفيف حدة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه. السيدات والسادة، رغم ما يحيط بنا من أزمات، حققت مصر في السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030، حيث تم تنفيذ مبادرات ومشاريع ضخمة على رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمناطق العشوائية، ومبادرة تكافل وكرامة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، ومبادرة سكن لكل المصريين التي تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعي موجه لمحدود الدخل في مصر والعالم بأسره. كما قامت مصر بإنشاء جيل جديد من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمي، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة ضمن 22 مدينة أخرى تم بناؤها بشكل متزامن في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة وغير الآمنة، فضلاً عن تحديث وسائل النقل والمواصلات. واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر، الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر، استناداً إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة. السادة الحضور، يمثل المنتدى الحضري العالمي منصة مثالية لتدشين حوار مثمر وفعال بين جميع الفاعلين المعنيين حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية وتعزيز التنمية الحضرية، ويتطلب هذا الأمر مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية من المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات لعقد شراكات وصياغة سياسات واستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أفضل. وقبل أن أختتم كلمتي، أعرب عن تطلعي إلى أن يكون هذا المنتدى خطوة مهمة على طريق تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتعزيز الشراكات الدولية من أجل حلول مبتكرة وتوصيات عملية تسهم في مواجهة تحديات التنمية الحضرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أشكركم جميعاً وأتمنى لكم التوفيق والسداد في أعمال المنتدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. يتفضل الآن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أنا كلاوديا غوسباخ بإعلان افتتاح الدورة 12 المنتدى الحضري العالمي. His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, the President of Egypt and the Executive Director of UN Habitat, will now declare the opening of the 12th session of the World Urban Forum. Together,
With His Excellency, the President of the Arab Republic of Egypt, I have the honor to formally open the 12th session of the World Urban Forum. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي هنا من القاهرة عاصمة الحضارة وعاصمة التاريخ وعاصمة السلام أن نفتتح المنتدى الحضري العالمي 12 بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا سيدة أنا كلاوديا غصبخ. شكرا لكل ضيوف مصر الكرام. تبدأ الآن فعاليات المنتدى الحضري العالمي والتي تتضمن جلسات حوارية وموائد مستديرة، لقاءات ثنائية وحلقات نقاشية. أهلا بكم جميعا في القاهرة عاصمة الحضارة. Tous ensemble faisons la paix dans ce monde. Tous ensemble soyons heureux dans ce monde.